بالفيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا راكون عندكم في البيت. كائن بتحسه مقنع، دائما بيجيني شعور ليش الانسان انس القط وما انس الراكون، فهو اذكى ومسلي وشكله اروع، لكنه فات الفوت وما في وقت انه انسه لانه الموضوع بيحتاج الاف السنين عشان العمليه تضبط. لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه، تضغطوا لايك وتتركوا تعليق وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتساعدوني اكبر القناه. نبدا مع السؤال، شو قانونيه امتلاك هيك حيوان؟ الراكون للاسف مش مرحب فيه بكل مكان، وللاسف هذا الكلام منطقي، فهو كائن مشاكس وممكن يكون مؤذي واحتمال يكون ضار، فلو وجوده مش اساسي في الطبيعه وما له فيها بالاساس مكان فمش لازم نسمح له يزورها ويقيم فيها كمان. عشان هيك راجع قوانين منطقتك قبل ما تورط حالك وتشتري راكون. لكن فرضا انه مسموح، كم سعره وكم بيكلف عشان تشتريه؟ الجواب بيعتمد على شو انت حابب تشتري. فبتقدر تاخذ الابيض ب 1250 دولار والعادي سعره 750 دولار وممكن اقل او اكثر بشوي، فهو مش رخيص لكائن حيعيش عندك 20 سنه في الاسر. لكن نفرض انك اشتريته، فشو اللي لازم تجهز حالك له؟ لازم تجهز حالك عقليا وجسديا انك تتحمل عضه، فهو كائن مزاجه متقلب وغير متوقع وبعض بسبب وبدون سبب، وعادي يؤذيك لانه لسبب ما توقع انك انت حتاذيه. فلو عاش داخل البيت فودع الاثاث واغراضك حتتدمر، فهو كائن بمل بسرعه وبيحتاج يتسلى. عشان هيك ما تغلط غلطه الناس اللي بتربي الراكون جوا قفص كلاب كبير، الراكون ما بيقدر يستوعب انه محبوس ونشاطه الشديد صعب يخليه يتحمل يكون مسجون. فلو بدنا نشوف الراكون في الطبيعه ونراقب تصرفاته، فهو دائما مشغول بالتسلق ودائما بيكتشف، وهذا الشيء متوقع جدا منه عندك في البيت. لازم تشيل الشغلات اللي قابله للكسر، ولازم تتاكد انه ما في اسلاك كهرباء على الارض. البيت لازم يكون محمي ومجهز ومهيئ لهيك حيوان قبل ما تشتريه، او انك تستثمر في قفص خارجي للراكون يقدر يروح عليه لما يكون زهق من قعده البيت. لكنك حتدفع 814 دولار لقفص 2.25 متر في 5 متر في مترين ارتفاع، هون وفر له اغصان يتسلقها او اي شيء زياده عندك في البيت عشان الراكون يتسلى فيه. وغير هيك لازم تتاكد انه الاكل متوفر له والمي له سبيل الها، فما يكون جوا القفص طول اليوم وما عنده لقمه ياكلها. هذا بيفتح لنا موضوع الاكل، وشو لازم تطعم الراكون؟ الراكون بياكل نباتات وبياكل لحوم، فلازم توفر له النوعين، وبتقدر تشري له اكل كلاب وتطعميه دجاج واسماك، وعادي ياكل بيض وعادي ياكل حشرات. الخضار والفواكه خذ راحتك فيها، لكن بشكل عام ما تكثر له بالشغلات الدهنيه، عادي يزيد وزنه ويكون سبب لمشاكل صحيه. اهميه المي للشرب كاهميه المي انه يغسل فيها اكله، الاعتقاد انه بيغسل اكله قبل ما يلتهمه، لكن الحقيقة انه لمس الاكل والايد مبلولة بيزيد من شعوره بنوع الاكل وبيستسيغ طعمه. لكن نصيحتي انك تتعامل مع دكتور بيطري بيفهم في الراكون ويعمل لك جدول تغذية مناسب لعمره وجنسه ومستوى النشاط عنده. لكن بشكل عام هو بيحتاج وجبتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. الاهتمام باكل الراكون اكيد مهم، لكن الاهم انك تهتم بصحته وتشوف نفس الدكتور اللي حط لك جدول اكله عشان يطمن لك عليه، فهم مصدر لداء وسل للكلاب فيهم ديدان معوية. لكنك لو اشتريت الراكون من بياع موثوق فيه فالمفروض انه صحته منيحة، لكنك لو اخذته من الطبيعة فلازم يروح الدكتور البيطري قبل ما يجي عندك على البيت. لكن بخصوص السمنة فهذه حلها الرياضة، اما الامراض الثانية فبياخذ لقاحات وادوية. لكن بشكل عام بدك تجهز حالك انه الراكون رح يخسر شعره وحيملي البيت بقرفه، عادي يعملها على التخت وعادي يعملها في الصالة. هو كائن بري مش مخلوق عشان يعيش على الكنبة، وما دام اشتريته فلازم تحممه وتهتم وتعتني بنظافته. صحيح انه كائن نظيف وبيهتم بنفسه مثل القطط، لكن مساعدتك له بتكون مفيدة. لكن بعد ما بحثت وقرأت عنه لقيت انه تربية القطة افضل من تربيته، وبسحب كلامي عن ليش الانسان ما اختاره، فهو كائن متعب ومسؤولية الاهتمام فيه محتاجة انسان متفرغ له. ربي قطة، لو سألتني كيف تربيها فبحكي لك اشترك بالقناة عشان لما ينزل هيك فيديو شوفوا.